بلدية ولد بوغالم بولاية مستغانم هي ثاني محطة تحط بها قافلة طبية بمشاركة أطباء وممرضين وصيادلة، بالإضافة إلى المجتمع المدني قصد تشخيص المرضى بهذه المنطقة وبالمجان. نواصل عن طريق الجمعيات، عن طريق ولا سيما المنتدى الذي أنشأناه المتكون من أكثر من 14 جمعية ناشطة في الحقل الصحي في مدينة مستغانم، وقررنا أن تكون سياستنا هي الآتية، أن الصحة هي التي تذهب إلى المواطن وليس المواطن إليها، لأننا لاحظنا أن المواطن في الآونة الأخيرة نتيجة لظروف كثيرة اجتماعية ومتعلقة بالوباء تراخى في مجال الاستشارة الطبية. هذه المبادرة ما راهيش غير جمعية الأطباء العامون لولاية مستغانم، راهي فيها جمعيات تاع الطلبة وجمعيات مساندة لو سي اش يو دو مستغانم، وفيها جمعيات إنسانية لتعاون في التنسيق في ما هو لوجيستيكي، وكاين جمعيات أخرى على مرض الربو ومرض السكر. الأطباء جبناهم هنايا باش يقوموا بالفحص المبكر لنساء وشيوخ وأطفال في كل جمعة من آخر شهر، غادي نكونوا حاضرين في بلدية من البلديات. حضورنا في هذا المكان من أجل التعريف بأطفال الشلل الدماغي الذين يعني تقريبا لا يعرفوا يعرف عنهم الكثير. سكان بلدية ولاد بوغالم استحسنوا هذه المبادرة الخيرية التي استفادوا من خلالها من فحوصات طبية متنوعة ومختلف الأدوية. فوتوا عليا وداروا لي تعيا، داروا لي فوتوا عليا لافيزات، ودك دات الراديو تاع التلفزيون ومركوا لي الدواء. الطاقم الطبي يحوس يقرب المناطق هذه النائيه ولا مناطق الظل ولا المواطن. الله يبارك، شنو تقول لي؟ فوتوا عليا عطوني الدواء. للإشارة ستستمر القافلة الصحية لتشمل بلدية تزقيت ولاد معلا بن عبد الملك رمضان سيدي بالعطار وكذا الصور.